اوكي. 29 سنة و وفي حب شباب حب شباب. ده على طول واضح ان الاستاذه بتسال سؤال حساسه جدا. يعني ايه حساسه؟ يعني سهله انها تنجرح. اما يقول دم يعني يقصد ان هو التهاب بيخرج منه صديد، ده الدم. ده معناه حضرتك ان انت من 3 سنين حصل موقف مع ناس انت قررت او اخترت من غير ما تقصد ان انت مش عايز تقرب منهم ولا تشمهم ولا ولا تشم هواهم. فانت واضح انك انت استمرار القصه دي انك انت عايش مع ناس مش طايقها. مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. كيف الاحوال؟ أهلاً سنه كويسه الحمد لله. معك ريان من السودان. اهلا بحضرتك. كنت حابه اسال الدكتور عن الحب الشباب. انا هسه عمري 29 سنه ولسه بيطلع لي حب شباب في وشي. ايه الاسباب؟ اوكي. 29 سنه وفي حب شباب. حب شباب. ده على طول واضح ان الاستاذه بتسال سؤال حساسه جدا. يعني ايه حساسه؟ يعني سهله انها تنجرح. يعني تعليقات بسيطه وتعبيرات بسيطه ممكن تحسسها، ممكن ترهقها نفسيا او تبقى موتره ليها جدا. فهي بسهوله جدا بيتقال لها كلام هي بتحس ان هو جارح ومؤلم. هو ده سبب حب الشباب، وملوش علاقه بالسن على فكره. هو له علاقه بالسن ان الشباب في السن الصغير اللي هو بعد البلوغ على طول بيبقوا حساسين جدا ناحيه التعليقات الخاصه بجسمهم، مشاعرهم الجنسيه والكلام ده. لكن عاده واحد ما بيكبر بيبقى هذه الحساسيه المفرطه بتقل. لكن استاذه واضح ان عندها حساسيه عاليه جدا، مش بالضروره نفس المعاني اللي بتبقى عند الشباب الصغير، لكن واضح انها بسهوله ان اي حد يقول لها كلام هي تاخده بشكل وكأنه إبرة بتوخذها يعني. فعندها حساسية عالية جدا على الكلام بتقال لها. طيب ما سبب وجود الدمامل في الذقن؟ طبعا هو في الذقن تفرق، بس الدمامل بالذات الدمامل اللي بتجيب اما يقول دم يعني يقصد ان هو التهاب بيخرج منه صديد، ده الدم. الدمامل اللي على طول لها معنى الالتهاب له معنى افتقاد، ان الجبهه كلها فيها افتقاد. طبعا المكان لو عندي التهاب في الذقن هنا في الحته دي يبقى فيها شويه لها علاقه بالقيمه والمكانه. دمل يبقى فيها لها يبقى هيبقى له علاقه بالاحساس بالضعف. هو ضعف في القيمه والمكانه. ضعف في القيمه والمكانه كده تبقى مربوطه. طيب معانا اتصال تاني. مساء الخير يا فندم. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. دكتور احمد معايا؟ ايوه يا فندم، اتفضل الدكتور مع حضرتك. يا فندم حبيبي، انا بشتكي ان انا وداني ومناخيري مزوده على طول. من قد ايه؟ الو، من قد ايه؟ انا مش سامع كويس. بس من قد ايه ودانك مسدوده او مناخيرك مسدوده؟ من قد ايه؟ من قد ايه؟ لا هو الكلام ده بقى له يعني سنين، يعني انا دلوقتي عندي 22 سنه وداني مسدوده بقى لها المفروض ده مثلا من 7 سنين كده. فالمشكله الاساسيه عندك مناخيرك ولا ودانك؟ نعم، المشكله الاساسيه مناخيرك ولا ودانك؟ وانا رحت للدكتور فقال لي ان انا عندي المفروض بيبقى انفيه يعني. طيب انت بتشتكي اكتر من مناخيرك ولا ودانك؟ مناخيري وانا لما رحت يعني الاثنين، هما الاثنين مسدودين، بس انا لما رحت كشفت فالدكتوره قالت لي المفروض السبب من مناخيري يعني. اوكي، الناحيه اليمين ولا الشمال ولا الاثنين؟ هما الاثنين، وساعات بيروحوا يعني، ساعات بتخف وساعات بتزيد يعني. اوكي، مناخيرك مسدوده، الكلام ده حصل من 7 سنين تقول؟ مناخيري لا، هو هيك هو الكلام ده يعني المفروض مناخيري، المفروض الكلام ده مثلا يعني مثلا من 3 سنين، لكن موضوع وداني ده بقاله فتره كبيره جدا، مثلا من 7 سنين، واروح اغسلها عند الدكتور ويرجع تاني الموضوع. طيب يبقى ودانك غير مناخيرك، ده مش يعني السبب الشعوري ورا الاذن غير السبب الشعوري ورا المناخير. انسداد المناخير معناها ببساطه شديده انك كده انت بتتنفس من بقك، صح؟
معلش يا دكتور انا بتكلم حضرتك، حضرتك بتقولي معلش انا اسف. انت كده بتتنفس من بقك؟ لا يعني اوقات اما بتكون مناخيرك مسدوده بتتنفس من بقك. تمام. ده معناه حضرتك ان انت من 3 سنين حصل موقف مع ناس انت قررت او اخترت من غير ما تقصد ان انت مش عايز تقرب منهم ولا تشمهم ولا ولا تشم هواهم. فانت واضح انك انت استمرار القصه دي انك انت عايش مع ناس مش طايقها. بس كده. تمام. هو ده حضرتك ده السبب. طب بالنسبه للاذن يا دكتور؟ تمام. طب بالنسبه لوداني؟ بالنسبه لودانك ما بتسمعش بيها، ده انك بقالك 7 سنين وقد يكون من نفس الناس او غيرها ما اعرفش، ان حضرتك هو بتسمع كلام بيضايقك جدا. تمام. بس لسه بسيطه يعني. شكرا لحضرتك. تمام متشكر جدا. ميرسي يا فندم. شكرا. اهلا بحضرتك.